كيف اهتمت الأسرة أو كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فانطلاقا مما تفضلت به أخي محمد، فإن الأسرة في الإسلام لها أهميتها ولها مكانتها، كيف لا، وهي اللبنة الأولى في بناء هذا المجتمع الإسلامي، بل وفي بناء سائر المجتمعات. فلقد أولتها الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة الغراء، رعاية، وأولتها عناية تامة، حدت لها حدودا وسنت لها سننا، حفظتها من الضياع. الهدف من هذه السنن ومن هذه الحدود ومن هذه الفرائض أن تحفظ هذا الكيان من الضياع ومما ينخر وجوده. أخي محمد، على سبيل ذلك سمى ربنا سبحانه وتعالى هذا العقد الذي يجمع الرجل والمرأة بالميثاق الغليظ، حينما قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعرض إليه وأن ننتهك حرماته وأن نتسبب في ضياعه. كذلك أخي محمد، مما سنته هذه الشريعة الإسلامية، الشريعة الغراء، أن لكي نحافظ على هذا الكيان ألا نتعرض للطلاق. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يرغبنا ويندبنا إلى أن نصلح بين الزوجين، وكي نحافظ على هذا الحبل وعلى هذا الميثاق الغليظ، بحيث لا يتعرض إلى الضياع. كذلك أيها المشاهدون الكرام، مما أتت به هذه الشريعة الغراء، شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أمرت الزوج والزوجة بأن يرعى كل منهما الآخر، وأن يحفظ كيانه وأن يحفظ أمنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المقام: خير ما أصاب الرجل امرأة صالحة، إن غاب عنها حفظته في إن نظر إليها صرت، وإن غاب عنها حفظته في أهلها وفي مالها. وغير ذلك من الآثار أيها الأحباب كثيرة في هذا المقام، لا يسع المقام ذكرها. إذن الشريعة في مدابها وفي إجمالها، بل ومن مقاصدها العالية ومن أهدافها السامية، أن ترعى هذه العائلة، أن تحفظ هذه الأسرة. ذلك أن بصلاح الأسرة صلاح المجتمع، وبفساد الأسرة فساد المجتمع كذلك. فإذا فسدت الأسرة كان أثرها متعديا، لا يقتصر فسادها ولا يقتصر صلاحها على ذاتها فقط، لأن المجتمع مجموعة أسر. فإذا كانت هذه الأسرة فاسدة وغيرها فاسدة، فإن هذا الفساد يسري في المجتمع، ويصبح المجتمع المسلم مجتمعا فاسدا. وهذا ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، كي نحافظ على هذا المجتمع ونرعاه الرعاية الحسنة. على ضوء ما تحدثت فضيلة الشيخ، كيف ينبغي للأسرة المسلمة أو كيف ينبغي للأسرة المسلمة أن تكون في رمضان؟ أيها الحبيب، نحن في شهر رمضان المبارك، والأسرة المسلمة ينبغي أن تتحلى بآداب وفضائل هذا الشهر المبارك الكريم. فهذا الشهر شهر الطاعة، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شهر المبارات، شهر الطاعات، شهر الخيرات. إذن الجو مناسب
لكي نعبد الله سبحانه وتعالى، ولكي تكون هذه الأسرة في كامل روحانياتها، في كامل بهائها، في كامل عطائها، عليها أن تتحلى بما أمر به الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر المبارك الكريم. وسأسوق لك أخي محمد نماذج من المبارات، بل ومن الطاعات ومن القربات تتقرب بها الأسرة إلى ربها سبحانه وتعالى. من هذه النماذج صلة الأرحام. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل أرحامنا، بل ونهانا أن نقطع ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يوصل. والفرصة سانحة لمن كان يقطع رحمه قبل هذا الشهر المبارك، فها هي الفرصة مواتية، وها هو الزمن سانح لكي نتوب إلى رشدنا، ولكي نؤوب إلى ربنا ونصل ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن نصل. كذلك من الطاعات التي تتقرب بها الأسر المسلمة إلى ربها جل في علاه في هذا الشهر المبارك أن تعطف على اليتامى. ما أحوجنا إلى أن نلتفت إلى هذه الفئة المحرومة، ما أحوج الأمة الإسلامية إلى أن يعطف بعضها على بعض، ما أحوج أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن تتذكر الفئات المحرومة بصفة عامة، وبالخصوص فئة اليتامى، لأنهم لا معيل لهم، لأنهم لا كفيل لهم، لأنهم لا ناصر لهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن كفالة اليتيم، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل هناك منزلة أعلى وأفضل من هذه المنزلة؟ أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة. إذن بلا شك ولا ريب ليس هناك مقام أعلى من هذا، ولا مكانة أغلى من هذه المكانة، فها هي الفرصة مواتية. اعطفوا على اليتامى، اعطفوا على المساكين، صلوا أرحامكم، صلوا قرابتكم في مثل هذه الأيام، عسى أن تكونوا من المغفور لهم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الطاعات ومن المبرات ومن القربات التي نتقرب بها إلى فاطر الأراضين والسماوات أن نكثر من الصدقات. ولنا الأسوة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ كان أجود من الريح الموصلة في مثل هذه الأيام في من شهر رمضان المبارك. وإلا أيها الأحباب، فإن الطاعات كثيرة ومتنوعة، والمبرات كثيرة ومتنوعة، لن نحصيها ولن نستطيع عدها. قال سبحانه: سامعوا إلى مغفرة من ربكم، علينا بالمسارعة والمسابقة، سامعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أحبابنا أيتها الأسر الإسلامية المباركة الكريمة، اعفوا عمن ظلمكم، وأحسنوا إلى من أحسن إليكم، ولا تقابلوا الإساءة بالإساءة، بل قابلوا الإساءة بالإحسان، وارتجوا ثوابكم عند الله الملك الديان، فإنه سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس. إذا كان أحد من قرابتك، من أهلك، من إخوانك أيها المسلم المبارك قد أساء إليك، فظن به خيرا وأحسن إليه، ولا تقابل الإساءة بالإحسان، وارجو المغفرة والثواب عند ربك سبحانه وتعالى، فإنه قد أعد لمن يعفو عن عباده، فإنه قد أعد لمن عفا عمن ظلمه، فإنه قد أعد لمن غفر لمن ظلمه جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إن فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر كما قال سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. فاللهم اجعلنا من العافين عن الناس، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله في شيخنا الفاضل، جزاك الله كل الخير. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يمحي عنا السيئات وأن يتقبل منا صالح الأعمال. نشكر لكم طيب المشاهدة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله ولا تأخذ أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. صدق.